زمان بعد ما شاب ودوه الكتاب، وقالوا كمان دي راحت عليه بيبتدي يعمل إنجاز بعد العمر ما عدى عليه. ده خلاص القطر فاته، ولكن الحاجة زبيدة كانت أيقونة للتحدي. العمر كان مجرد رقم قدام تحقيق طموحها. الحاجة زبيدة عبد العال علي الصعيدي بنت قرية دكمة محافظة المنوفية، اتولدت في 1936. كانت ابنة لرجل صعيدي ما بيعترفش بتعليم البنات، وكان شايف ان البنت مسيرها للجواز، علشان كده اتجوزت الحاجة زبيدة في سن 18 سنة. وعلى الرغم من انها اتحرمت من التعليم، الا ان بعد وفاة والدها اصرت ان اخواتها البنات يتعلموا، ومن حرصها على تعليم ولادها ومتابعتهم اشتغلت في بيع المنتجات البسيطة قدام مدرستهم، خوفا منها انهم يتسربوا من التعليم. كان نفسها تتعلم، كانت بتحاول تقلد كتابة اولادها وكمان احفادها، ولكن عدى العمر بيها من غير ما توصل لحلمها. ولكن بعد عمر 86 سنة، وبعد مساعدة مبادرة لا أمية من تكافل وكرامة، وعرضهم عليها أنها تتعلم، وافقت فورا وقررت أنها تتحدى الكل وتتحدى الزمن، وتبتدي تتعلم وتعلم العالم كله أن العلم نور، وأن مفيش مستحيل على تحقيق أي حلم. أكبر تلميذة في محو الأمية كرمها الرئيس السيسي في احتفالية المرأة، تقديراً لقصة كفاحها ومحو أميتها. وصلت للعالمية وأشادت بيها الصحف والقنوات وكمان الفنانين، واللي منهم الفنانة أنجلينا جولي، وتكرمت في مناسبات كتير وشرفت مصر بإرادتها. الحاجة زبيدة جوهرة مصرية قد التحدي.